إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملخص سباق هذا الصباح لهجني أصحاب السمو الشيوخ يوم الخميس 21 من أكتوبر لعام 21. البداية كانت الشاهنية لهجن العاصفة، حيث حققت الانتصار في شوطنا الأول الرئيسي وسجلت التوقيت الأفضل والأجمل في انطلاقات هذا اليوم من خلال تواجد الشاهنية بتسع دقائق وثلاث ثلاثين ثانية وأربعة الزامن الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للعاصفة وهجنها وللمضمر غيات الهلالي. بينما الشوط الثاني حضر شاهين التابع لهجن العاصفة محققا الانتصار ومسجلا كذلك انتصارات قوية بتسع دقائق وستة وخمسين ثانية بالوفاء التمام، والتهنية لغياث الهلالي. بينما الشوط الثالث الشاهينية حضرت لهجن ند الشباب منتزعة الناموس مع الأبكار في الشوط الثاني مع الحول المهجنات وتسع دقائق وأربعة وثلاثين ثانية وستة الزامن الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وللمضمر سالم بن سعيد. الشوط الرابع ياتي شاهين التابع لهجن العاصفة محقق الانتصار في الشوط الرابع بعشر دقائق واربعة عشر ثانية وسبعة زامن ثانية، والتهنية كذلك للمضمر غياث الهلالي. بينما الشوط الخامس حضرت الشاهينية التابعة لهجن العاصفة منتزع الناموس بتسع دقائق اربعين ثانية اربع ستة زامن ثانية، ومهدي العاصفة وهجن هذا الناموس والانتصار. اما الشوط السادس ياتي شاهين ايضا لهجن العاصفة بتحقيق انتصار آخر وسجلات حافلة بالنواميس عشر دقائق وأربع ثواني وجزء واحد من الثانية، والتهنية لعشاق هذا الشعار. الشوط السابع حضرت صواب لمالكها سمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم، حققت الانتصار بتسع دقائق وتسعة وثلاثين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، والتهنية للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. أما الشوط الثامن ياتي شاهين التابع لهجن العاصفة محقق الانتصار ومهديا كذلك للجماهير ولغياث الهلال هذا الناموس بتسع دقائق وسبعة وخمسين ثانية وخمس أجزاء من الثانية. الشوط التاسع الشاهينية لهجن الرياسة حققت الانتصار وسجلت فوز وناموس مستحق بتسع دقائق وثلاثة واربعين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. أما الشوط العاشر ياتي الجذاب لمالكه هجن سيح السلم منتزع الناموس وحققت عشر دقائق وأربع ثواني وستة أجزاء من الثانية، والتهنية للمضمر خالد بن المر بن حلوة. أما الشوط الحادي عشر العاصفة تعود من جديد بوجود الشاهينية على المركز الأول بتسع دقائق أربعين ثانية وثمان أجزاء من الثانية، والتهنية لغياث الهلالي. الشوط الثاني عشر ياتي شاهين التابع لهجن العاصفة من جديد ويهدي الفوز والناموس لهذه الجمهورية الكبيرة لجماهير العاصفة بعشر دقائق وخمس ثواني وثلاث أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثالث عشر حضرت الراسية لهجن سيح السلم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي شاعر الحواس الخمس تسع دقائق تسعة واربعين ثانية وجزء واحد من الثانية، وتوقيتها الزمني. تهانينا والناموس. شوط الختام كانت غزوة حاضرة لهجن سيح السلم، والنقطة الثالثة والنقطة الثانية يضيفها هذا الشعار من خلال وجود خالد بن مر بن حلوة بتسع دقائق وسبعة واربعين ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على للجميع بهذا الفوز والانتصار وتحقيق كذلك تسجيل للنواميس في ميدان المرموم. في الساعة الثانية والنصف مشاهدينا الكرام سيتجدد اللقاء بحضراتكم مع هجن أبناء القبائل في هذه الأمسية الخاصة أيضا بهجن أبناء القبائل في الساعة الثانية والنصف. لكم الشكر الجزيل على المتابعة من الأستاذ وليد البارودي ومن طاقم العمل الفني جميعا لقناة دبي ريسينج والنقل الخارجي لسباقات الهجن العربي الأصيلة. هذه الصور تأتيكم من قلب الحدث من ميدان المرموم. إلى أن حين ذلك الموعد تقبل أجمل تحية. إلى اللقاء.